بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هيكون ميعادنا مع تكملة شرح درس الحماية في برنامج إكسل. كنا في المحاضرة اللي فاتت شرحنا كيفية عمل كلمة سر أو باسورد على الملف، بحيث محدش يقدر يفتح الملف إلا لما يكون يملك الباسورد بتاعة فتح الملف. النهاردة في نوع جديد من الحماية، هو حماية ورقة العمل من التعديل أو بروتكت شيت. الهدف هنا ان الملف اوريدي مفتوح، اي حد يقدر يفتحه، لكن انا مش عايز حد يلعب او يعدل في بيانات الشيت، يقراه بس، يفتح الشيت يقراه. وممكن يكون الحماية مقتصرة على ورقة واحدة بس، يعني ممكن احمي ورقة واحدة بس من اوراق الملف. حماية الخلايا هنا بتكون لها كذا شكل، يعني حماية خلايا ورقة العمل من التعديل في بياناتها ده شكل، او حذفها محدش يقدر يحذفها، او حتى ممكن اعمل حماية لاخفاء المعادلة. يعني لو انا عندي معادلات معينه ومش عايز حد يطلع عليها، وممكن حد يقف على الخليه اللي فيها المعادله ويقدر يقرا في شريط المعادلات او شريط الصيغه فوق المعادله ويفهم المعادله معموله ازاي. انا ممكن اخفي المعادله بحيث لو وقف في الخليه اللي فيها المعادله ما يقدرش يتعرف على محتوى المعادله نفسها. وبالتالي تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقدر نعمل الانواع المختلفه من الحمايات دي. اول حاجه، لو انا عايز احمي الورقه كلها ضد التعديل من الريبونز او شريط الادوات الريبون بتاعي، هروح لريفيو، قائمه ريفيو، هلاقي في امر اسمه بروتكت شيت. بروتكت شيت هختاره، هتظهر لي الشاشه دي. طبعا هنا بيقول لي باسورد تو ان بروتكت شيت. المفروض ان انا احط هنا باسورد بحيث لما انا اعمل حمايه واحاول في وقت تاني الغي الحمايه اللي انا عملتها، ممكن اقول له ان بروتكت شيت فيطلب مني الباسورد اللي احطها. طب لو ما حطيتهاش، يبقى اي شخص يملك انه يلغي الحمايه بمجرد ان هو يختار امر اسمه ان بروتكت شيت. تمام، انا هحط باسورد وهحدد هنا ايه اللي مسموح للمستخدم بتاعي يعمله. انا سامح له بس بان هو يسلكت اللوجد والانلوجد سيلز. يعني ايه من سلكت للشيت او للسيلز اللي في الشيت، لكن ما يعملش فورمات، ما يعملش فورمات للكولمز والروز، ما يعملش انسرت، ما يعملش ديليت. كل ده انا منعه. كمان اقدر امنعه ان هو يعمل حتى سلكت وقراءه محتوى مين الخلايا. انا هسيب السلكت بس واقول له اوكي. هيطلب مني كونفرميشن او ري انتر للباسورد، هدخلها مره ثانيه واقول له اوكي. تمام، تعالوا نحاول نقف في اي خليه ونحاول نعدل محتواها. هنجد اكسل يعترض برساله يقول لي the cell or chart that you are trying to change is protected and therefore read only. يعني بيقول لي الخليه اللي انت بتحاول تعدلها دي محميه ومعموله للقراءه فقط. تمام كده، انا حميت الشيت كله بالكامل، لكن لازال الشخص لما يقدر يخش يقف على الخليه يقدر يقرا المعادله اللي انا عاملها ويتعرف على محتواها. طب احنا اتفقنا ان احنا ممكن نعمل نوع من انواع الحمايه ان انا كمان اخفي المعادله. طب الاول عشان اعمل الكلام ده لازم اروح افك الحمايه، فاروح برده ريفيو واقول له ان بروتكت شيت. مين اللي يملك ان هو يلغي الحمايه؟ اللي يملك الباسورد. فدخل له الباسورد بتاعت الان بروتكت، فيرجع تاني شيت قابل للحمايه. دلوقتي انا عايز مجموعة المعادلات اللي عندي، ولتكن هي دي مجموعة المعادلات اللي عندي، أنا عايز أي شخص يروح يطلع على أي معادلة، شايفين معادلات بتظهر معايا أهو، ما يقدرش يقرأ المعادلة اللي موجودة. طب أعمل إيه؟ بظل للخلايا، وأروح لهوم، وأروح للفورمات، وأجيب الفورمات سيلز. الأمر ده بيجي عشان تظهر لي شاشة اسمها الفورمات سيلز، وعلى فكرة أنا ممكن أستدعي الشاشة دي مباشرة بكنترول مع واحد. تيجي لي على طول. واروح للاختيار اسمه بروتكشن. في البروتكشن انا مجموعه الخلايا دي انا عايز المعادلات اللي فيها تبقى هيدن، فباجي اعلم صح على مين؟ على هيدن، واقول له اوكي. عملت هيدن واقف عليها لسه الخلايا ظاهره. قال لك الكلام ده مش تاثيره مش هيظهر ويبان الا لما تعمل بقى بروتكت للشيت. يعني هرجع تاني للريفيو واقول له بروتكت شيت، وادخل الباسورد بتاعتي مرتين، اروح اقف على اي خليه فيها معادله، هجد المعادلات كلها اختفت من شريط الصيغه. يبقى ده نوع تاني ما اقدرش اعدل وما اقدرش كمان اقرا المعادله اللي موجوده. طب تعال نفك الحمايه تاني عشان عايزين نعمل حاجه تاني. ولنفترض ان انا سامح للمستخدم بتاعي يكتب اسم الدارس والسن والمرتب والمواد اللي بيدرسها، اما بقيه الحاجات معادلات فانا عايز اسمح له بالكتابه في هذا الجزء. وبالتالي لو انا بعمل بروتكت شيت، هو مش هيقدر كمان يعدل في جزء ده. لا، انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز استثني بعض الخلايا من الحمايه. لاستثناء بعض الخلايا من الحمايه خطوات بسيطه جدا،
قال لك ظلل الخلايا اللي عايز تطلعها بره نطاق الحمايه، روح دوس كنترول 1 اللي احنا عملناه من شويه، وروح شايف كلمه لوك دي. لوك دي معناها مؤمنه، اي ان الخلايا كلها عند عمل تامين تصبح قابله للتامين. فانا هروح لمجموعه الخلايا اللي انا ظللتهم دول واقول له لو سمحت دول غير قابلين للتامين، يعني لو عملت بروتكت للشيت ما تحمهمش مع الشيت، شلت علامه الصح منهم واقول له اوكي تمام. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ روح اعمل البروتكت بقى، دخل الباسورد بتاعت البروتكت مرتين، وتعالى روح كده عدل اي معادله ما تعدلش، عدل اي حاجه ما تعدلش. طب تعالى للخلايا اللي احنا عملناها قابله او استثنيناها من الخلايا من الحمايه، هقف هنا واقول له ده اسمه حسن او العربي واكتب حسن. ايه اللي حصل؟ سمح لي بالتعديل. يبقى انا عملت ايه دلوقتي يا جماعه؟ استثنيت مجموعه الخلايا دي من نطاق الحمايه بتاعتي وحميت باقي الورق. يبقى انا اصبح عندي كام نوع دلوقتي من الحمايه عملتهم على الورق؟ حمايه الورق كلها من التعديل عن طريق الامر اللي في ريفيو بروتكت شيت واحط الباسورد. كمان عملت اخفاء معادلات ان انا ما ظللت الخلايا اهو، تعالى نفك الحمايه تاني نرجعها بسرعه، ودست كنترول 1 ورحت هنا عملت هيدن عشان اخفي المعادلات، وبعد كده عملت البروتكت بتاعي. تالت نوع استثناء بعض الخلايا من الحمايه، ظللت الخلايا اللي عايز استثنيها، دوست كنترول 1 او الامر جبناه منين؟ من هوم فورمات فورمات سيلز بروتكشن، وشلنا علامه الصح من لوجد للخلايا دي، يعني استثنيتها من الحمايه. وبعدين رحت عملت البروتكت من ريفيو تاني وحطيت البروتكت بتاعي، اصبح الخلايا كلها محميه ما عدا مجموعه الخلايا اللي انا استثنيتها من الحمايه، ما بقتش داخل نطاق الحمايه. كده احنا كده غطينا النهارده في محاضره النهارده جزء مهم جدا من الحمايات في اكسل، وفي محاضره ثالثه ان شاء الله هتكون معانا قريب قوي عن حمايه الملف كله بالكامل وبعض انواع الحمايات المتقدمه في اكسل. شكرا والى لقاء اخر.